أشوف الطلاب، هسه أنا راح أشرح لكم الـ arterial supply اللي هي التغذية الشريانية للثوراسيك كيج. لازم نعرف هنا احنا قبل لا نفوت للـ anterior supply اللي لازم احنا نعرف أو يكون بعلمنا إنه القلب يطلع منه أيورتا اللي هو الشريان الأبهر. هذا شوفوه حل كبير، هذا الأيورتا اللي هو الأبهر يطلع من القلب. احنا نعرف انه الشرايين، يعني شريان مرتبط بشريان، شريان مرتبط بشريان، او شريان يكون جاي من شريان اكبر منه، هيك شيء. لازم نعرف قبل كل شيء انه هذين الشرايين مسؤول عن تغذية الانتركوستال سبيس، هذين الانتركوستال سبيس اللي هن عندنا احنا تسعة، هذين تسعة، هاي باليا جهة بالجهة الانتيريور. لذلك يقول لك عندنا بالانتيريور انتركوستال، ها سميناها انتركوستال ارتر لان هن موجودات. لازم نعرف وانتم من خلال عرفتوا من خلال انه يعني انتركوستال موجودات بس تسع فراغات انتركوستال بليس، انه كذلك بالانتيريور غذوهن تسع ارتري. فنريد نعرف انه الانتيريور غذيها 9 انتركوستال ارتري. زين نريد نعرف احنا هذني ال anterior intercostal artery مين دايجين، يعني اكيد اكو الهن مصدر انه هن. شوف هذني الصغار، شوف هذا intercostal، هذا intercostal، هذني يطلعن ويغذن، شوفوا يطلعن هيك انا يغذن، يعني يطلعن هيك انا ويغذن يغذن يغذن اللي هو السبيس الموجود. احنا نريد نعرف هذني منين راح يجين. شوف انا ما راح ارجع لكم عكسي، يعني انه من الـ من الـ من الانتيريور انتركوستال ارتري لوين راح يروح، لا راح اجيكم من البدايه من المنبع مالتين لحد ما وين، لحد ما وصلنا للانتيريور انتركوستال ارتري. اول شيء انه اكو قلب، القلب ينطي ابهر، هذا الابهر، الابهر هذا راح ينطي شريانين، راح ينطي شريان حيل كبير اللي هو يعني يعتبر يعني مو حيل كبير بس يعتبر يعني اكبر من هذني، يسمونه السبكليفيان. هذا شوف هذا السبكليفيان، هذا هيك انا خل اوضح لكم اياه، هذا هيك طالع، هذا يسمونه سبكليفيان، هذا يجي من الايورتا مباشره. هذا سبكليفيان مسؤول عن تغذيه الشريان اللي هو اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. شوف هو طلع منها، شوف منها ايورتا طلع وراها سبكليفيان، السبكليفيان زين هذا هنا قبل راح هيك قبل ينزل راح على الثوراسيك كيج، لا اكيد لازم اكو يطلع منه فرع او قسم يوزع برانش او افرع لل جسم هذني الربس او الانترنال انتركوستال سبيس. شوفوا هذا السبكليفيان هنا طلع لنا الانترنال ثوراسيك ارتري، هذا انترنال هنا هم ثوراسيك ارتري، هذا الانترنال ثوراسيك ارتري. قبل لا اشرح لكم شنو راح يطلع بعد، راح يعني خل اقول لكم راح يتفرع فرعين اللي هو هذا سميناه ماسكولوفرينيك وابيجاستريك. هذا الابيجاستريك ارتري اللي هو سوبيريور ابيجاستريك، يعني ما راح اتكلم عنه هسه لان هو اصلا ما محتاجينه، يبقى الماسكولوفرينيك بعد شوي اتكلم عنه. زين احنا عرفنا انه تسع ارتريز اللي هو تسعة anterior intercostal artery اللي هنا راح يغذن ال intercostal space. زين نريد نعرف هذين التسعة منين راح يجن. أول ستة راح يجن من هذا شوفوا هذا اللي هنا قلت لكم عليه ال internal thoracic artery، شوفوا هنا مأشر عليه هنا حاط، شوف هذا هنا تب، هذا حيل صغير internal intercostal artery اللي هو يمتد على طول ال thoracic cage. هذا الانترنال ثوراسيك ارتري راح ينطينا مجموعه من الارتري اللي نسميهم انترنال انتركوستال ارتري. شوفوا وصلناهم هذني، احنا جينا شرحت لكم من البدايه من الهارت اللي هو من القلب وصلنا لهنا. هذني انترنال انتركوستال ارتري عرفناه ان هن تسعة، اول شيء ستة راح يطلع منه من اللي هو من الانترنال ثوراسيك ارتري، واثنين العفو ثلاثة راح يطلعن من ماسكولوفرينيك، يعني شوفوا هذا واحد يعني اثنين هذا ثلاثة هذا أربعة هذا خمسة هذا ستة.
ستة طبعا من ال internal thoracic artery اللي هن ال anterior intercostal arteries. نجي هنا على الثلاثة الباقيات، الثلاثة الباقيات طلع من هذا، شوفوا هذا هنا اكو شيء اسمه اللي هو مسكلوفرانيك، شوف طلع من هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة، ثلاثة طلع من مسكلوفرانيك، هذا هني ال anterior intercostal artery. هسه عمود ابسط لكم اياها اكثر، خلينا ننتقل واشوفكم بهاي الرسمة البسيطة اللي انا رسمتها. شوفوا انا رسمتكم بس مع جهة واحدة، وهذا نفسه موجود من هاي الجهة هم يعني بالضبط موجود نفسه هذا الرسم من الجهة الثانية. هنا أنا هاي هذا اللي هو الهارت اللي هو القلب. أنا رسمتكم رسم توضيح يعني مو رسم ذاك، يعني بس هيك عم تعرفون. هذا من الهارت يطلع هنا الأيورتا اللي هو الأبهر. الأبهر هذا راح يعني راح ينطي اثنين اللي هو السبكليفيان، هذا السبكليفيان آرتريز. السبكليفيان آرتري راح ينطي بدوره، راح ينطي آرتري هم يعني آرتري هيك كان ينزل على طول الثوراسيك كيج اللي هو هذا، سمينا الانترنال ثوراسيك آرتري. انترنال ثوراسيك آرتري راح هم راح يتفرع بطريقة اثنين، اللي هو راح ينطينا مسكلوفرانيك آرتري وهذا من الابيغاستريك، هذا مسكلوفرانيك وهذا ابيغاستريك. المسكلو الابيغاستريك هذا ما راح نحتاجه فنشطبه ود بعدين ناخذه، هسه مو وقته، هسه احنا نحكي احنا نريد نعرف الانترنال انتركوستال ارتري منين جايات. هذني هنا تسعة، هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هذني كلهن تسعتهن، هذني تسعتهن هذني نشوفهن نسميهن الانتيريور انتركوستال ارتري. ستة اللي هن ستة من يجي مباشرة من انترنال ثوراسيك ارتري، اما الثلاثة اللي هن هذني يجي من مسكلوفرانيك ارتري. هسه خلينا نعرف هنا انه اكو اول شيء ايورتا، ايورتا ينطي سبكليفيان، السبكليفيان بدوره يرجع ينطينا الانترنال، انترنال ثوراسيك ارتري. الانترنال ثوراسيك ارتري راح يتفرع لاثنين اللي هو المسكلوفرانيك، وهنا راح ينطينا المسكلوفرانيك لا هنا راح يعطينا اللي هو الابيغاستريك اللي ما نحتاجه، هذا نفسه اللي هو الانترنال اللي يتفرع اثنين راح ينطينا اللي هم ستة انتيريور انتركوستال intercostal artery. هذين ال anterior intercostal artery هن ستة، وهنا راح هنا من خلال المسكلوفرانيك ينطينا ثلاثة، فلازم نعرف انه اول شيء يجي الايورتا، من الايورتا ينطينا سبكليفيان، السبكليفيان راح ينطينا internal thoracic artery، ال internal thoracic artery راح ينطينا ستة ستة شو اسمه هذني ال intercostal artery anterior intercostal artery، ويتفرع الى قسمين اللي هو عندنا منه ال يعني منه مثل منها السبكليفيان والش اسمه العفو راح يعطينا ابيغاستريك راح يعطينا مسكلوفرانيك. الابيغاستريك هذا ما لنا دخل بيه، والمسكلوفرانيك هنا راح يعطينا ثلاثة، مجموع يكون تسعة انتيريور انتركوستال ارتري. اتمنى فهمتوا وشكرا. نجي على البوستيريور انتركوستال ارتري. البوستيرير هو اسهل من الانتيرير، لان اول شيء هنا 12 و يعني 10 يطلع مباشره من الايورتا من الابهر، شوفوا هذين كلهن دا يطلع مباشره من الابهر، شوفوا هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثه هذا اربعه، يعني هن 10 تقريبا، واثنين منهن راح يطلعن من ارتري هذا اسمه اللي هو سبريم intercostal artery، هذا شوفوا سبريم intercostal artery. هسه راح اوضح لكم بالرسم اشوفكم يعني اوضح عم تفهمون اكثر.
هذا شوفون هذين البوستيرير اللي هن الخلفيات، الانتيرير شفتوهن وفهمتوهن. نجي على البوستيرير، البوستيرير هنا عندنا هذين اللي هن 10، هذين 10 قبل مباشرة من الايورتا من الابهر اللي هن اسمهن بوستيرير انتركوستال ارتري. هنا هذا اكو برانش فرع يطلع من هنا نسميه سوبريم انتركوستال ارتري. هذا السوبريم انتركوستال ارتري راح ينطينا اثنين منه، هذا اللي هن بوستيريور انتركوستال ارتري وهذا العدد يكمل يصير 12. فريدكم تعرفون انه الاول العشرة هذنية يطلع مباشرة من الايورتا والاثنين الباقيات يطلع من فرع يسمونه سوبريم انتركوستال ارتري اللي هو متصل بالايورتا بالابهر. وخلصنا البوستيريور، ابسط من الانتيريور.